الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطالنا يا رب تكونوا بخير. أنتوا فعلا أبطال، مش مجرد كلمة بقولها لكم كده في أول الفيديو وخلاص. عايزاكم قبل ما نبدأ الفيديو كده تفتكروا إن الحياة مليانة اختبارات، ويمكن اختبارنا إن احنا عندنا مديول أو كده. دي مش معناها إن احنا ناس مش كويسة أو إن احنا ناس مقصرة بقى أو إن التانيين أحسن مننا، مش شرط خالص. يعني احنا ممكن نكون مرينا بأي حاجة، مثلا كان حد عنده ظروف في مديون معين، حد ما كانش لسه فاهم نظام الكلية عاملة إيه. فمش عايزاكم تلوموا نفسكم ولا أي حاجة، بالعكس ممكن تكون دي انطلاقة لحاجات كتير بعد كده. ونفتكر إن شاء الله إن الحياة كلها اختبارات يعني، وربنا إن شاء الله يكافئكم ويجازيكم خير على وقتكم اللي انتوا بتذاكروا فيه دلوقتي. أنا ديارة محمد فضالي، وإن شاء الله النهاردة هنشرح محاضرة جميلة جدا جدا اسمها الكوتينيوس ليشمانيز. طيب عايزين نعرف ايه النهارده عن المحاضره. لك في يوم من الايام وفي سنه من السنين وفي دوله اسيويه اسمها باكستان، بدا يظهر على الناس اعراض اشبه بالطفح الجلدي زي ما انتم شايفين في الصوره كده. فجاه بقت الناس كلها زي ما في الصوره كده عندها حاجات غريبه قوي. الناس كلها عماله تفكر، طب ايه السبب ده؟ طب ايه اللي خلى الناس يحصل لها كده؟ قعدوا يدوروا في الموضوع لحد ما لقوا ان السبب حشره اسمها الساند فلاي. الحشره دي قرصتهم ازاي؟ طب الحشره دي كانت جواها ايه؟ ايه اللي خلاها تعمل لهم المرض ده؟ ده ان شاء الله ان احنا نعرفه النهارده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنغطي ايه النهارده؟ هنغطي اول حاجه الديزيز، المرض. واحنا عارفين في البار ان اي بارازايت عشان اعرف المرض اللي بيعمله بحط له المقطع ييزس او اوزس. طب انا البارازايت اسمه ليشمانيا، يبقى الديزيز اسمه ايه؟ اسمه ليشمانيزس، بس عشان هي بتأثر على الجلد فسميناها كوتينيوس ليشمانيزس، مش محتاجه حاجه. طيب تاني حاجه جيوغرافيكال ديستريبيوشن، عايز اعرف الليشمانيا موجوده فين. تالت حاجه عايز اعرف المورفولوجي، الشكل. عايز اعرف اللايف سايكل، دوره حياتها. عايز اعرف المرض اللي بتعمله الانسان. عايز اعرف ازاي اشخص المرض، وعايز اعرف العلاج بتاع المرض وازاي اقي نفسي من المرض ده. بسم الله، اول حاجه الجيوغرافيكال ديستريبيوشن. قال لك والله الليشمانيا كان في منها نوعين، نوع موجود زمان في قارات العالم القديم فبنسميها اولد وورلد ليشمانيزس، ونوع موجود دلوقتي في قارات العالم الحديث فسميها نيو وورلد ليشمانيزس. الاولد وورلد ليشمانيزس في منها ثلاث انواع، ليشمانيا تروبيكا ماينور، وليشمانيا تروبيكا ميجور، وليشمانيا اثيوبيكا. يعني ايه الكلام ده؟ ليشمانيا تروبيكا، تروبيكال يعني استوائي، يعني موجود عند خط الاستواء. ففي ليشمانيا تروبيكا ماينور، يعني ليشمانيا موجوده عند خط الاستواء باعداد قليله فسميناها ليشمانيا تروبيكا ماينور. موجودة فين؟ موجودة في الشرق الأوسط، موجودة في الهند، موجودة في دول البحر الأبيض المتوسط. تمام، نأجل موضوع الانفكشن ده شوية بس. بعد كده الليشمانيا تروبيكا ميجور، يعني الليشمانيا اللي موجودة عند خط الاستواء بأعداد كبيرة. موجودة فين؟ يعني موجودة في جنوب والسنترال آسيا، موجودة كمان في الشرق الأوسط، موجودة في نورث أند سب سهارن أفريقيا. يعني دي كلها كلام كده مش حاسة جغرافيا، يعني اقرأوها بس كده. الانفكشن برضه نأجلها. وعندنا الليشمانيا اثيوبيكا من اسمها اثيوبيكا، موجودة فين؟ موجودة في اثيوبيا والدول اللي حوالين اثيوبيا. زي ما احنا شايفين كده، ادي اثيوبيا، وادي اليمن اهي، وادي كينيا تحتها هنا كده، فهي موجودة في اثيوبيا والحتت اللي حواليها. تمام. وعندنا النيو وورلد ليشمانيزس اسمها ليشمانيا مكسيكانا وليشمانيا برازيليانا، يعني موجوده في المكسيك وموجوده في البرازيل. طب تعالوا نجمع كده ونقول بمره حته الانفكشن. قلنا ان انا عندي في الجيوغرافيكال ديستريبيوشن عندي نوعين، يا اما عندي اولد وورلد يا اما نيو وورلد ليشمانيزس. الاولد وورلد ثلاث انواع، ليشمانيا تروبيكا ماينور وميجور وليشمانيا اثيوبيكا، والنيو وورلد ليشمانيا مكسيكانا وليشمانيا برازيليانا. ايه موضوع الانفكشن ده بقى؟ والله انا كيورا مثلا قاعده في امان الله، ازاي هيجي لي ليشمانيا؟ قال لك قدامك طريقين، يا اما ان الليشمانيا تجي لك عن طريق حيوان. يعني ايه عن طريق حيوان؟ يعني مثلا مربيه قطه فجالت لي مرض، مربيه كلب، في مثلا حيوان عضني وانا ماشيه في الطريق، فده بنسميه زونوتك. كلمه زونوتك يعني جاي من زو، جاي من حديقة حيوان. فلما اقول المرض ده زونوتك، يعني المرض ده بيتنقل للانسان عن طريق حيوان. او برضو قاعدة في امان الله وحشرة تيجي تقرصني. طب حشرة او مفصليات بنسميها الارثروبود، فلما اقول ان المرض ده ارثروبوفيليك يعني بينتقل عن طريق الحشرات. فالليشمانيا كل انواع الليشمانيا سواء كانت اولد وورلد او نيو وورلد بتنتقل زونوتك. لو ناخد بالنا كده، ادي نيو وورلد زونوتك، الليشمانيا اثيوبيكا زونوتك، الليشمانيا تروبيكا ميجور زونوتك، ما عدا الليشمانيا تروبيكا ماينور ارثروبوفيليك. يعني ايه؟ يعني كل انواع الليشمانيا بتنتقل عن طريق الحيوانات ما عدا الليشمانيا تروبيكا ماينور تنتقل ارثروبوفيليك. عشان نسكمها، كل زونوتك ما عدا الصغيره اللي هي ماينور يعني صغير، تتنقل بحاجه صغيره زيها اللي هي مين؟ الارثروبود. ودي اهم معلومه نطلع بيها من الجيوغرافيكال ديستريبيوشن، ان كل انواع الليشمانيا بتنتقل زونوتك ما عدا الليشمانيا تروبيكا ماينور الصغيره، تتنقل بحاجه صغيره اللي هي مين؟ الارثروبود. تمام. بعد كده المورفولوجي. قال لك والله احنا في البار بنهتم بثلاث حاجات، يا اما الارثروبود اللي هي المفصليات او الحشرات، يا اما الهيلمنسس الديدان او البروتوزوا اللي هي الكائنات وحده النواه. الليشمانيا نوع من انواع البروتوزوا، والليشمانيا في منها تو فورمز، الاماستيجوت او البروماستيجوت. ايه بقى الكلام ده؟ بصي يا ستي، عارفين ايام اعدادي او ايام ثانوي لما كنا بنقول الاصوات والاهداب، كلمه فلاجيلا مش عارفه بالعربي معناها الصوت ولا الاهداب، بس المهم ان الفلاجيلا هي الاورجن من اورجنز الحركه. شايفين انتوا الديل الليزر ده اللي عامل زي الشعرايه ده؟ هو دوت الفلاجيلا.
الفلاجيلا هي اورجن من الاورجنز بتاعه الحرق. لما يجوا يبصوا على التو فورمز بتاعه الليشمانيا قال لك لقوا فيه نوع من انواع الليشمانيا او فورم منها ما عندوش الفلاجيلا والنوع التاني عنده فلاجيلا. كلمه فلاجيلا باللاتيني اصلا معناها ماستي جوت. فقال لك النوع اللي ما عندهوش فلاجيلا هنسميه اماستيجوت، واحنا عارفين ان حرف الاي قبل اي كلمه بينفيها، فلما اقول اماستيجوت يعني ما عندهاش ماستيجوت، يعني ما عندهاش فلاجيلا. لكن النوع التاني عنده ماستيجوت فنسميه برو ماستيجوت. تمام؟ يبقى لما اجي اقول لك اماستيجوت يبقى ده الفورم اللي ما عندهوش ماستيجوت، لكن لما اجي اقول لك برو ماستيجوت يبقى ده الفورم اللي عنده ماستيجوت. تعالوا نوصف بقى حسب ما احنا شايفين في الصوره. الله اكبر الله اكبر. تعالوا نقارن بقى بين الامستيجوت والبروماستيجوت زي ما احنا شايفين في الصوره كده. والله انا شايفه ان الامستيجوت دي حاجه مدوره راوند، مدوره او اوفال بيضاويه شويه، لكن البروماستيجوت بنقول عليها سبندل شيب. يعني ايه كلمه سبندل؟ سبندل يعني مخزلي. فاي حاجه بتاخد الشكل ده، بتاخد الشكل ده كده، ثانيه واحده، اللي هي بتبقى مدببه من فوق كده وعامله كده من الجناب، بنسميها سبندل شيب او مخزليه الشكل يعني. فالامستيجوت راوند او اوفال، والبروماستيجوت بتبقى سبندل شيب. لما اجي ابص على التركيب الداخلي للامستيجوت بلاقي اول حاجه عندي نيوكليس هنا بسميها لارج نيوكليس، كبيره شويه في الحجم، وعندي برضو نيوكليس هنا في البروماستيجوت بسميها سنترال لانها موجوده في النص زي ما احنا شايفين كده، وعندهم حاجه اسمها بارا بيزال بودي، وعندهم حاجه اسمها بليفيروبلاست، اعرفوا بس اسامي بس مش اكتر. طيب ايه الاختلاف بقى؟ قال لك لو جينا ركزنا هنا في الامستيجوت هلاقي عندي البليفيروبلاست طالع منه الفلاجيلا، هي بالفعل وصلت عند حته اسمها الاكزونيم ووقفت كده عند الحد وما كملتش بفلاجيلا، عشان كده سميتها امستيجوت اللي ما عندهاش فلاجيلا. لكن في البروماستيجوت ادي عند الفلاجيلا طلعت اهي، فضلت مكمله وعدت كمان الاكزونيم فبقى عندها فلاجيلا، عشان كده بسميها البروماستيجوت. تمام. ايه تاني اهم مقارنه بين الامستيجوت والبروماستيجوت؟ انه عشان الامستيجوت دي الفورم اللي ما عندوش فلاجيلا ويعيني صغير ومش قادر يتحرك، فربنا حماها ان خلاها الاونلي انتروسيلر فورم فليشمانيا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده الفورم الوحيد اللي من الليشمانيا يبقى موجود جوه جسم الانسان، لازم يبقى موجود جوه جسم الانسان وما ينفعش يبقى موجود في حته تانية. طب البروماستيجوت موجوده فين؟ قال لك موجوده في الفيكتور الحشره. مش انت قلتي لي ان الليشمانيا دي ممكن تتنقل عن طريق الحشر زي الليشمانيا تروبيكا ماينور؟ اه. فلما اجي اشوف الحشره اللي جابت لي الليشمانيا دي وابص جواها الاقي جواها بروماستيجوت، زي ما هنقول في اللايف سايكل كمان شويه. اول ايه موجوده في الكالتشر. يعني ايه كالتشر؟ يعني المزرعه. يعني لما اخد عينه من الانسان واحطها على مزرعه الانسان ده عنده ليشمانيا هلاقي في المزرعه دي بروماستيجوت. طيب تعالوا نشوف بقى في الجدول عندنا المقارنه بين الامستيجوت والبروماستيجوت. اهم حاجه في المقارنه ان الامستيجوت الاونلي انتروسيلر فورم اوف ليشمانيا، قلنا عشان نسكمها الامستيجوت الصغيره اللي ما عندهاش فلاجيلا ربنا حماها ان خلاها هي جوه الانسان الاونلي انتروسيلر فورم اوف ليشمانيا. البروماستيجوت موجود في حتتين، موجود في الحشره والمزرعه، موجود في الفيكتور وموجود في الكالتشر. تمام. شكلها الامستيجوت كانت مدوره سفيريكال مدوره او اوفويد بيضاويه. طب البروماستيجوت كانت سبندل مغزليه الشكل. الامستيجوت بحرف الاي ما عندهاش فلاجيلا. طب البروماستيجوت عندها فلاجيلا بس ما عندهاش انديوريتنج ميمبرين. ايه الانديوريتنج ميمبرين ده؟ مش موجود في الصوره، ولكن الامستيجوت كانت مدوره كده صح؟ قال لك بيبقى حواليها كده مثلا انديوريتنج ميمبرين، شويه حته ميمبرين كده، لكن البروماستيجوت عندها فلاجيلا بس ما عندهاش انديوريتنج ميمبرين. احنا بنموت في المساواه. طيب لما جينا بصينا جوه قال لك الامستيجوت كان عندها تو نيوكليس، اللارج نيوكليس الكبيره والكاينيتوبلاست. الكاينيتوبلاست ده اللي هو ايه؟ اللي كان عباره عن البارا بيزال بادي والبليفيروبلاست. زي ما قلنا اهو الكاينيتوبلاست كان عباره عن حتتين دول، البارا بيزال بادي والبليفيروبلاست، وادي اللارج نيوكليس. طب في البروماستيجوت ادي السنترال نيوكليس وادي الكاينيتوبلاست اللي هو برده عباره عن بارا بيزال بادي وبليفيروبلاست. ولكن كان الاختلاف ايه؟ الاختلاف ان الامستيجوت ما عندهاش فلاجيلا، لكن البروماستيجوت عندها فلاجيلا. كان طالعه منين؟ طالعه من البليفيرو بلاست. ده بالنسبه للمورفولوجي وبالنسبه كمان للجيوغرافيكال ديستريبيوشن. طيب تعالوا بقى نتكلم عن اللايف سايكل ونحكي الاول كده ستوري عن اللايف سايكل. في وقت من الاوقات وفي سنه من السنين كان انسان قاعد كده في امان الله، ادي الانسان اهو وكان قاعد في امان الله، جت حشره رخمه. الحشره دي حشره رخمه اسمها الساند فلاي او الذبابه الرمليه. الحشره دي قرصت الانسان. طب ايه المشكله يعني؟ ما احنا ليل نهار بنتقرص. لا، المشكله ان الحشره دي كانت جواها ليشمانيا. فكروا كده، كان جواها انهي فورم من الليشمانيا؟ احنا قلنا انهي فورم اللي موجود جوا الحشره؟ ها، البروماستيجوت. عاش. الحشره دي كانت جواها في البروبوزس بتاعها البروماستيجوت. ايه البروبوزس ده؟ لما ناخد تركيب الارثروبودز ان شاء الله هنعرف ان في الحته اللي هي المدببه اللي الحشره بتقرص منها اسمها البروبوزس. فالحشره دي كانت جواها البروماستيجوت، قامت قرصت الانسان وحطت في دمه بروماستيجوت. الانسان ده بقى جواه بروماستيجوت، بقى جواه كائن غريب. هل الجهاز المناعي هيقف ساكت كده هي وكلام من غير بواب؟ لا طبعا. الماكروفاج تقول للبروماستيجوت انت رايحه فين؟ هي وكلام من غير بواب، فتقوم جايه بلعاها، والبروماستيجوت تقعد تتضاعف وتتكاثر كتير جدا جوه الماكروفاج. بعد كده البروماستيجوت تبدا تبص حواليها كده تقول ده مش مكاني، انا ايه اللي جابني هنا؟
احنا عارفين ان الاونلي انتروسيلولار فورم اوف ليشمانيا هو الاماستيجوت، اللي يبقى موجود جوه جسم الانسان هو الاماستيجوت وما ينفعش اي فورم تاني. فالبروماستيجوت فورا تتحول الى اماستيجوت، فبقى عندي انسان جوه دمه الاماستيجوت. تمام، والانسان ده كان برضو قاعد في امان الله، بس المره دي هو قاعد وعنده ليشمانيا. فجت حشره رخمه تانيه كانت عايزه ترخم على الانسان، بس المره دي بقى الانسان هو اللي هيرخم عليها. هيرخم عليها ازاي يعني؟ هيعديها، مش هي حشره سليمه وهو عنده ليشمانيا، فلما تيجي تقرصه هينقل الامستيجوت اللي عنده ينقلها للحشره، فبقى عندي حشره جواها امستيجوت. الامستيجوت تقف كده تبص حواليها تقول لهم ايه؟ المكان ده مش مكاني، انا عارفه ان الفورم بتاع الليشمانيا اللي موجود جوه الحشره هو البروماستيجوت. ففورا الامستيجوت تتحول الى بروماستيجوت، بقى عندي حشره. كل الكلام بيحصل في معده الحشره، بقى الحشره جوه معدتها بروماستيجوت، تقوم جايه البروماستيجوت منقوله من معده الحشره تتنقل الى بروبوزس عشان تعدي انسان جديد. فبقى عندي حشره، الحشره دي جوه البروبوزس بتاعها في بروماستيجوت، وهكذا تتكرر دوره الحياه، وكل مره في دوره حياه جديده بيتعدي انسان وحشره وهكذا وهكذا. فاي لايف سايكل عندي بقى مهتم ان انا اطلع ايتمز. ايه الايتمز دي؟ عايز اعرف مين الديفينيتيف هوست العائل الاساسي، عايز اعرف مين الهابيتات، مين الانترميديت هوست او الفيكتور. طب ايه الانفكتيف ستيج؟ طب ايه المود اوف انفكشن؟ تعالوا نطلعها واحده واحده. مين الديفينيتيف هوست؟ مين العائل الاساسي اللي دارت عليه القصه كلها؟ الانسان. فالانسان هنا هو الديفينيتيف هوست. طيب مين الهابيتات؟ يعني ايه الاورجان لما البارازايت دخل جوه جسم الانسان عاش فيه؟ مش احنا قلنا ان الماكروفاج بلعته، فالماكروفاج هي الهابيتات. طيب مين الانترميديت هوست او الفيكتور؟ مين الحشره اللي نقلت المرض للانسان؟ الحشره الرخمه اللي كان اسمها ساند فلاي. طيب مين الانفكتيف ستيج؟ انهي طور من اطوار الليشمانيا اللي على الانسان؟ مش احنا قلنا الحشره كان في البروبوزس بتاعها البروماستيجوت، فالبروماستيجوت هو الانفكتيف ستيج. طيب ايه المود اوف انفكشن؟ القصه اللي احنا قلناها ان الانسان كان قاعد ورثته حشره كان جواها البروماستيجوت. تعالوا نبص بقى كده نشوف الايتمز. اول حاجه عندنا نبدا بالديفينيتيف هوست، مين العائل الاساسي؟ الانسان. قال لك وبعض الماميلز يعني بعض الثدييات، ده بيختلف حسب السبيشيز او حسب فصيله الليشمانيا، ولكن المين ديفينيتيف هوست هو الانسان الهيومن. طيب مين الهابيتات؟ ايه الاورجان اللي كان البارازايت عاش فيه؟ الماكروفاج صح، او الريتيكولو اندوثيليال سيل بتاعت السكن، خلايا المناعيه بتاعت السكن. طيب مين الفيكتور او الانترميديت هوست؟ مين الحشره؟ اسمها ساند فلاي. مهم قوي 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 عندنا في البارة الحشرة نوعين، يا اما بيولوجيكال فيكتور يا اما ميكانيكال فيكتور. يعني ايه الكلام ده؟ فيكتور يعني ايه الكلام ده؟ قال لك والله الحشرة دي يا اما تكون بيولوجيكال يعني حشرة حيوية، يعني البارازايت قضى جزء من دورة حياته جوه الحشرة، وجود الحشرة ده حيوي جدا للبارازايت، يعني في حين ان الحشرة دي مش موجودة البارازايت مش هيكمل دورة حياته. وده اللي شفناه هنا مع الليشمانيا. ازاي بقى؟ مش انت قلتي لي انه لما الحشرة قرصت الانسان اللي كان عنده ليشمانيا خدت الامستيجوت، والامستيجوت اتحول الى بروماستيجوت جوه الحشرة، معنى ذلك انه البارازايت بالفعل قضى جزء من دورة حياته جوه الحشرة جوه الساند فلاي. طب لو الساند فلاي مش موجودة هل هيبقى اصلا في مرض اسمه ليشمانيزس؟ قالك لا، معنى ذلك انه الساند فلاي هي بيولوجيكال فيكتور. فيكتور مش عارفة معلقة معايا فيكتور دي. بيولوجيكال فيكتور يعني حشرة حيوية. في نوع تاني من الحشرات اسمه ميكانيكال. ميكانيكال يعني جاي من الحركه، يعني بس الحشره بتنقل بس البارازيت بتروح تعدي الانسان، لا البارازيت بيقضي جزء من دوره حياته جواها، ولا هي وهي مهمه قوي للبارازيت. اللي يهمني ان هنا الفيكتور او الساند فلاي بيولوجيكال فيكتور. وده سؤال مهم جدا جدا جدا، وسؤال ام سي كيو وش ده. طيب مين الانفكتيف ستيج؟ قال لك البروماستيجوت، يعني دي التطور اللي عدى الانسان. طب مين المود اوف انفكشن او ايه المود اوف انفكشن؟ هي القصه اللي احنا حكيناها. وبكده نكون خلصنا اللايف سايكل. تعالى نتكلم بقى عن الافكت اوف بارازيت ذا هوست، يعني المرض اللي بيعمله البارازايت. خلينا نتفق ان انا ممكن كيارة يعني بعد الشر عندي يبقى عندي ليشمانيزس، وممكن حد جنبي يبقى عنده ليشمانيزس وانا اتعب قوي والتاني ده عادي. ده بيعتمد على حسب مناعتنا، انا مثلا مناعتي ضعيفه، الشخص التاني مناعته قويه، فكل واحد بيعتمد على مناعته. والله انا مناعتي قويه هواجه البارازايت، مناعتي ضعيفه البارازايت هيبهدلني، يعني هيبقى الموضوع صعب جدا عليا. طيب الباثولوجي بتاع الليشمانيزس بيتلخص في اربع حاجات: سيمبل وريسيديفن وميوكوتينيوس وديفيوز. اول حاجه سيمبل، سيمبل يعني بسيط كده، يعني حاجه سيلف هيلينج. فقال لك السيمبل بيتمثل في ايه؟ لاي شخص طلع عنده بابيول، يعني ايه بابيول؟ فسفوسه زي ما احنا شايفين كده. قال لك الفسفوسه ديت سيلف هيلينج، عشان كده سميناها سيمبل ليشمانيزس، يعني تخف لوحدها. ولكن والله لو خدت وقت صغير وهي بتخف سميها اكيوت. مش احنا عارفين ان الامراض عندنا تتقسم في الباثولوجي نوعين، يا اما اكيوت يا اما كرونيك. الفرق بينهم ايه؟ ان الاكيوت حاجه بتحصل فجاه وتقعد وقت صغير، لكن الكرونيك حاجه مزمنه بتقعد فتره طويله. الفسفوسه دي لو خفت، الفسفوسه لو خفت في وقت صغير بسميها اكيوت، لكن لو خفت في وقت طويل بسميها كرونيك. طب ايه الفرق بين الفسفوسه الاكيوت والفرق بين الفسفوسه الكرونيك؟ قال لك الفسفوسه الاكيوت بتبقى ويت. يعني ايه ويت؟ ويت يعني ايه؟ يعني عارفه لما تيجي مثلا حد يكون طالع له حبايه ويجي يتك على الاملاص كده وبتروح وتيجي معاه، هي كده.
والاكيوت دي بتيجي للناس الرورال، الناس اللي هم بتوع الريف. طب نسكمها ازاي؟ الفسفوسه الاكيوت تيجي للناس الكيوت. مين الناس الكيوت؟ بتوع الريف. نفتكر ان الريف خضره وزرع وحاجات جميله، فهي حاجه كيوت كده. والناس بتوع الريف دول ما شاء الله يعني معروفين بالسمنه البلدي بقى والمحشي والاكل ده، هتلاقيهم ما شاء الله كده ملظلظين. فالاكيوت الفسفوسه بتاعتها تبقى ويت ملظلظه كده وتبقى رورال، تيجي للناس بتوع الريف. لكن الكرونيك، الكرونيك تيجي لمين؟ الناس الاربن بتوع الحضر. والناس بتوع الحضر دول بياكلوا اي كلام وبياكلوا اكل يعني اكل مش هيلثي كده وفاست فود، فهتلاقيهم ناشفين دراي. تمام، تعال نشوف بقى الكلام ده. قلنا السيمبل نوعين، يا اما اكيوت يا اما كرونيك. الاكيوت قلنا تيجي للناس الكيوت اللي هم بتوع الرورال بتوع الريف، اللي بيكونوا تخان شويه وبلظلظين فبيبقوا ويت، تبقى الفسوسه ويت، بتبقى عباره عن بابيول. البابيول دي ممكن تتكون عليها الزر، ممكن تقلب بقرح. المهم ان البابيول دي سيلف هيلينج، بتخف في خلال قد ايه؟ في خلال من 3 ل 6 شهر، 3 ل 6 مانس، عشان هي اكيوت بتخف وقت صغير. طب الكرونيك، قال لك الكرونيك تيجي للناس الاربن بتوع الحضر وتبقى دراي ناشفه شويه. بتيجي فين؟ قال لك ات سايت اوف ذا بايت، يعني مكان ما الحشره قرصت طلعت له بابيوله كده. طيب البيوت دي بتبقى ناشفه، احنا قلنا انها دراي بالنس ما بتوجعوش، عشان كده حتى سميناها سيمبل، يعني هي لا بتوجع ولا اصلا بتحدث فرق كبير قوي، بتخف لوحدها كمان. طيب بتبقى برده عباره عن ديول وممكن يتكون عليها ألسر. طيب برده هي سيلف هيلينج بس بتخف بعد من سنه لسنتين، عشان كده سميناها كرونيك مزمنه شويه. يبقى ملخصا في السيمبل، انا عندي بابيول، الفسفوسه دي خفت في وقت صغير اللي هو من 3 ل 6 شهور اسميها اكيوت، خفت في وقت طويل من سنه لسنتين اسميها كرونيك. طب الاكيوت تيجي للناس الكيوت بتوع مين؟ بتوع الريف الرورال. طب الكرونيك تيجي لمين؟ الاربن. الاكيوت بتبقى ويت لكن الكونيك بتبقى دروي. ده ملخص الكلام. طيب تاني فورم اسمه الليشمانيا ريسيديفن. يعني ايه ريسيديفن؟ قال لك والله ده مثلا شخص كان عنده ليشمانيا وخف، ولما تجيله ليشمانيا تاني بتجيله في صوره ليشمانيا ريسيديفن، فيقول لك ان ده ريلابسنج فورم اوف ليشمانيزيس. ريلابسنج يعني لما حد يبقى عنده مرض ويجيله تاني بنسميها ريلابسنج فورم. فلما الواحد يبقى عنده ليشمانيا ويخف منها وتجيله تاني بنسميها ليشمانيا ريسيديفن. طب ده بيحصل ليه؟ قال لك بسبب نوع من انواع الهايبر سنسيتيفيتي اسمه الديلي تايب، اللي هو تايب 4. يعني الجهاز المناعي كان قاعد لوحده كده وفجاه قرر انه الشخص ده يجيله ليشمانيا تاني، فجاه نشط بطريقه ما او تعرض مثلا لالرجن معين ففجاه كده جاله ليشمانيا تاني. المهم نعرف انها ليشمانيا ريسيديفن هي ريلابسنج فورم. ممكن يسالني كده في الامتحان ايه ريلابسنج فورم، هقول له الليشمانيا ريسيديفن بتحصل نتيجه انهي تايب من الهايبر سنسيتيفيتي؟ ديلي تايب اللي هو تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي. تمام، عباره عن ايه؟ بص يا ستي، بص كده في الصوره هلاقي عندي ايه؟ هلاقي عندي في النص كده كان في فسفوسه، اللي هي كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن السيمبل كوتينيوس ليشمانيزيس. كان شخص طلع له فسفوسه وخفت لوحدها، بدا بقى لما خفت ورجعت له ثاني رجعت له ازاي؟ قال لك رجعت له عباره عن انهيلينج فيجن، يعني ادي حاجات كده فسفوسات كده تانية او اكبر براند فسفوسه شويه انهيلد حوالين البرايمري. تعالوا نشوف كده هو كاتب ايه هنا. قال لك ان هي عباره عن مالتيبل ليجن بتسراوند البرايمري انهيلنج، زي ما شفناها في الصوره ان هي عباره عن ليجنز كتير كده حوالين الفسفوسه الاساسيه اللي هي في النص. السيمبل كان بتخف لوحدها، لكن لا الريسيديفن لا ما تخفش لوحدها، لازم اروح لدكتور لازم يديني علاج. تمام، طيب بعد كده الميوكو كوتينيوس ليشمانيزيس. والله من اسمها كلمه ميوكو يعني بتيجي في الاماكن اللي فيها ميوكس، او الاسم التاني اسمها اسبونديا. ممكن يسيب لي اصلا الميوكو كوتينيوس يقول لك ايه الاسبونديا دي، فانا تبقى فاهم انها الميوكو كوتينيوس. طيب من اسمها الميوكو كوتينيوس فهي بتيجي في الاماكن اللي فيها ميوكس. في الاماكن اللي فيها ميوكس النوز، المناخير، اللارينكس، الحنجره، الفارينكس، البلعوم. طيب قال لك والله ان هذا الفورم رير جدا. ليه رير جدا؟ قال لك اصلا مش هسيب نفسي لحد ما اوصل لمرحله الميوكو كوتينيوس. احنا لو طلعت لنا حبايه صغيره بنجري عند الدكتور، فطبيعي بقى ان انا مثلا لما يطلع لي حاجه في وشي كده والاقي انه في مالتيبل ليجنز والاقي عندي بابيولز والسر وكده هاجي على طول للدكتور، فمش هسيب نفسي اوصل لمرحله الميوكو كوتينيوس، عشان كده بنسميها رير. الباثولوجي بتاع شبه واحد بالظبط، شبه واحد اللي هو مين؟ شبه السيمبل. يعني هي بالظبط شبه السيمبل، عباره عن شويه بابيولز، ولكن الفكره انها بتيجي في الاماكن اللي فيها ميوكس زي الماوس، زي النوز، زي الفارنك، زي اللاركس. مشكلتها ايه؟ وجينا بصينا على الصوره هنا كده ثانيه واحده، شايفين هنا بتيجي في الاماكن اللي فيها ميوكس زي النوز، بتعمل ليكويفاكشن، بتسيح الغضروف النوز. عارفين الحته الناشفه في مناخيرنا دي اسمها الكارتلج او الغضروف بتاع المناخير. الليشمانيا لما بتيجي في غضروف المناخير وخصوصا الميوكو كوتينيوس بتسيح الغضروف، ودي حاجه بشعه بشعه جدا جدا جدا. يعني معلش ثانيه واحده، يبقى احنا قلنا ان الميوكو كوتينيوس انها فورم رير وانه باثولوجي شبه سيمبل بالظبط، ولكن الفكره الناس ما ميوكو كوتينيوس بتيجي في الاماكن اللي فيها ميوكوس ممبرين زي الماوس، زي النوز، وزي الفارنكس، وزي اللارنكس. طب بتعمل ايه؟ قال لك بتعمل ديستراكشن اوف ذا سوفت تيشو اند ليكويفاكشن اوف ذا كارتلج وذ كونسيدرابل ديسفيجرمنت. يعني بتعمل تشويه، بتسيح الغضروف، طبعا بيبقى الشخص شكله مشوه جدا، يعني ربنا يعافينا. طيب
بعد كده النوع الاخطر والنوع الاخير من الليشمانيا هو الديفيوز كوتينيوس ليشمانيز. من اسمه ديفيوز هو يعني البابيولز بقى بقت منتشره في جسم الانسان كله، ودي معناها ان الشخص ده مناعته واقعه جدا جدا جدا، شخص اميونو كومبرومايز. فيقول لك ان هو رير جدا برضو، عشان انا برضو مش هسيب نفسي اوصل للمرحله دي. تمام، عباره عن ايه؟ عباره عن شويه بابيولز، بس الفكره في البابيولز دي انها عمرها ما يتكون عليها ألسر. ليه بقى؟ خلينا نتفق انه عرض المرض نعمة، العرض بتاع المرض ده نعمة. ليه؟ انا مثلا لو نايمة كويسة كده وصحية من النوم لقيت فجأة كده في حباية كبيرة قوي قوي في ايدي، اول حاجة اعملها ايه؟ هروح اكشف او هقعد اهتم بامر الموضوع عشان اعرف ايه السبب ده. اهي الحباية دي بتقول لي ان في حاجة جوه جسمي، بتقول لي ان جسمي شغال وانه في حاجة جوه تعباه فعمل الحباية دي. طب تخيل انا شخص مناعتي واقعة، فاصلا مش قادر اعمل اي اشارة بتقول لك ان انا تعبان، مش قادر حتى اكون لك قرحة تقول لك ان في مشكلة. فده معناه انك شخص اميونو كومبرمايز، ودي معلومة مهمة جدا ان البابيول في حالة الديفيوز بالناس اللي هما مناعتهم ضعيفه دي بتكون نوت ألسريتنج، مهمه جدا جدا. ليه نوت ألسريتنج؟ لانه اصلا مفيش مناعه. طيب قلنا انها بتكفر بيك اريا اوف ذا بودي، عشان كده سميناها ديفيوز، بتيجي في حتت، في كل حتت في الجسم. طيب قالك الفورم ده بنشوفه فين؟ في الناس اللي ما عندهمش مناعه، عشان كده البابيول دي ما يتكونش عليها ابدا ألسر. تمام، قالك ان لايك اللوكالايزد ليشمانيز، اللوكالايزد ده اللي هو السمبل يعني البيشنت ويز ديفيوز كوتينيوس ليشمانيزس سيلدوم ريكفر وذاوت تريتمنت. يعني السمبل كنا بنقول عليها انها سيلف هيلينج، لكن ما ينفعش واحد يبقى عنده ديفيوز كوتينيوس ليشمانيزس ويقول ان هو هيخف لوحده. لا، ده نادرا جدا 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 لما يخف لوحده، لازم يحصل تريتمنت. تعالوا نجمع كده، اول اوريكم الاول صوره الديفيوز. ادي الديفيوز اهو، شايفين بتيجي في الجسم كله، في الجسم كله كده. طيب تعالوا نجمع بقى، احنا قلنا ايه؟ والله قلت الباثولوجي بيتمثل في اربع حاجات، يا اما سيمبل كوتينيوس ليشمانيزس، قلنا كلمه سيمبل معناها انها سيلف هيلينج، يعني مش محتاجه اروح للدكتور. بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن بابيول. البابيول دي لو خفت لوحدها في وقت صغير هسميها اكيوت، لو خفت لوحدها في وقت طويل بسميها كرونيك. الاكيوت دي بتبقى عامله ازاي؟ بتيجي للناس الرورال اللي بتوع الريف وتبقى ويت ناشفه، بتخفف قد ايه؟ من 3 ل 6 شهور، عشان كده بسميها اكيوت. لكن الكرونيك بتيجي للناس الاربن بتوع الحضر، بتبقى دراي ناشفه وبتخفف وقت قد ايه؟ من سنه لسنتين، عشان كده سميتها كرونيك. طيب بعد كده الليشمانيا ريسيدفن، قلنا الريسيفن ده هو الريلابسنج فورم في الليشمانيا، نتيجه ايه؟ نتيجه ديلي التايب هايبر سنسيتيفيتي. تمام، طيب قلنا ان هي بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن مالتيبل ليجن بيسراوند البرايمري اند هيل ليجن زي ما شفناها في الصور. طيب بعد كده عندنا ميوكو كوتينيوس، او الاسم الثاني اسمها اسبونديا، قلنا اسمها كده ميوكو كوتينيوس، فهي بتيجي في الميوكوس ممبرين زي الماوس زي النوز زي اللارينج زي الفارنكس. بتعمل ايه؟ بتعمل ديستراكشن في السوفت تيشو، بتعمل ليكويفاكشن للغضروف. تمام، للكارتلج. طيب اخر نوع عندنا الديفيوز اللي هو بيجي في الناس الاميونو كومبرومايز، بيبقى عباره عن بابيول بتكفر بيج اريا اوف ذا بودي ولكن نوت ألسريتنج. دي كلمه مهمه جدا جدا جدا. هل هيخف لوحده زي السمبل؟ لا، السمبل سيلف هيلينج، لكن الديفيوز ما يخافش لوحده ابدا. طيب بعد كده ازاي اشخص حد عنده ليشمانيا؟ قالك اول حاجه ممكن عن طريق كلينيكال بيكتشر. يعني ايه؟ انا شخص جاي لي شايفه عنده اعراض، شايفه مناخيره سايحه، وهو مثلا عنده بوست هيستوري مثلا، او هو الشخص ده كان قاعد في منطقه اسيويه قبل كده، اتعرض قبل كده الانسكت بايت، حشره قرصته. فانا من خلال الكلينيكال بيكتشر ممكن اخمن ان الشخص عنده ليشمانيا، بس هسكت كده؟ لا. ايه الخطوات بعد كده؟ قالك هعمل ديتكشن الاورجانيزم. ازاي؟ احنا قلنا انه الليشمانيا لو كان مثلا عنده بابيول او كده ممكن يتكون عليها ألسر، ما عدا الديفيوز ما يتكونش عليها ألسرز خالص. طيب انا لو حد جالي وعنده ألسر هعمل ايه؟ باخد عينه من الألسر، من الايدج، من الحافه بتاعه الألسر دي، واحطها على سواب واصبغها بصبغه الليشمانيا. صبغه الليشمانيا اسمها ليشمانيا، يعني حماده هلال خالص. بصبغها بقى بلاقي ايه؟ بلاقي الامستيجوت. ليه الاقي الامستيجوت؟ ده اتفقنا ان الامستيجوت هو الاوني انتروسيلولار فورم في الليشمانيا. انا واخداها وحطيتها على عينه، واخداها من انسان، واخداها من الألسر بتاعه الانسان، وحطيتها على شريحه زجاجيه، يعني لا زرعتها ولا عملت حاجه، فطبيعي ان انا هلاقي الاوني انتروسيلولار فورم في الليشمانيا اللي هو الامستيجوت. مهمه جدا جدا جدا. يقول لك انا خدت عينه من الالسر بتاعه الانسان، هلاقي مين؟ طبيعي الاقي الامستيجوت. تمام، او اخد عينه من الانسان من الالسر دي برده، بس مش هحطها على شريحه زجاجيه بقى، هحطها على كالتشر، مزرعه. المزرعه بتاعه الليشمانيا اسمها ان 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 ميديا. ايه الان ان ان دي؟ دي اسامي ثلاث علماء، عارفوا بس اسم الميديا وخلاص. طب انا لما ازرعها على ميديا او ازرعها على كالتشر كده، طبيعي هلاقي مين؟ احنا قلنا البروماستيجوت موجوده في حتتين، يا موجوده في الحشره يا موجوده في المزرعه، فطبيعي في المزرعه هلاقي مين؟ البروماستيجوت. او سيرولوجي، واحنا عارفين ان السيرولوجي ده يا اما بعمل ديتكشن للانجن، الانجن يعني هو هنا الليشمانيا، او ديتكشن الانتي بودي، الاجسام المضاده اللي طلعت الليشمانيا. اسامي السيرولوجيكال تيست ايه؟ اليزا وايفات. اليزا دوت يمكن خدتوه في المايكرو، هو نوع من انواع السيرولوجيكال تيست. ايفات اللي هو الاميونو فلورسنس انتي بودي تكنيك، طبعا مش هناخد وقت في شرحهم خالص، اعرفوا بس الاسامي اليزا وايفات.
طيب اول بي سي ار، والبي سي ار ده سمعنا عنه كتير قوي قوي ايام كورونا، وده حاجه غاليه جدا واكيوريت جدا جدا بدور فيها على الدي ان ايه، بس طبعا دي حاجه غاليه جدا جدا واحنا فقراء قوي يعني. يبقى الدايجنوزس يا اما من خلال الكلينيكال بيكتشر، يا اما هاخد عينه من الالسر واحطها على ازازه على شريحه زجاجيه واصبغها بالليشمانيا وساعتها اشوف الاماستيجوت، هاخد عينه من الالسر واحطها على كالتشر اللي اسمها الان ان ميديا وهلاقي البروماستيجوت، او سيرولوجي اللي هو الايلايزا والاميونوفلورسنس ادوات تكنيك، هدور على الانتيجين او الانتي بودي، او البي سي ار هدور على او هشوف الدي ان ايه. تمام. في تيست مهم جدا 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 اسمه المونتينيجرو تيست. عارفين كده لما نيجي نروح مثلا الصيدليه ويبقى الدواء ده فيه صلفه مثلا، والصلفه في ناس عندها حساسيه من الصلفه، فالدكتور يقول لك ايه استنى نعمل اختبار حساسيه، او المونتينيجرو تيست ده هو اختبار الحساسيه بتاع الليشمانيا، هو الليشمانيا سكين تيست. الدكتور بيعمل ايه؟ بيجيب مثلا عينه من الدواء ده اللي هو خايف انك يكون عندك منه حساسيه ويحقنه لك تحت الجلد، ويستنى شويه طبعا بكميات صغيره مش هيموتك يعني، ويستنى شوية والله يكون التست ليه كاركترز بتاعته، يعني في تست يعمل شوية احمرار فاعرف ان الشخص ده عنده حساسية من الصلفة، ممكن ما يعملش حاجة فمعناه انك ما عندكش حساسية وندوس في الدواء. طيب بنعمل ايه بقى في المونتينيجرو تيست؟ قالك برضو بتاخد جزء من الليشمانيا برضو جزء صغير بحيث ان انا ما اذيش العيان ده، بحقنه تحت الجلد. تمام. وبعد كده استنى شوية، والله استنى شوية لقيت فيه مثلا انديوريشن او شوية احمرار كده، ده معناه ان الشخص ده عنده انا اديته الانجين صح، انا حقنت بالليشمانيا صح، لو هو عنده ليشمانيا يعني عنده جسم مكون للانتي بودي، دي معناها ان انا لما احقن الليشمانيا الانتيجين اللي انا حقنته يروح يتفاعل مع الانتي بودي اللي في جسمه فيعمل لي شويه احمرار، فاعرف ان الشخص ده عنده ليشمانيا. او انا حقنه ليشمانيا يعني حقنته انجين والشخص ده ما عندوش ليشمانيا ما عندوش الانتي بودي فما يعمليش احمرار فاعرف ان هو ما عندوش. ولكن الغريب جدا جدا ان المونتينيجرو تيست ده تيست مش اكيوريت قوي. مش اكيوريت قوي ليه؟ قال لك هو لو شخص عنده سيمبل كوتينيوس او شخص عنده ميوكو كوتينيوس وعملنا له المونتينيجرو تيست يطلع بوزيتيف وزي الفل، لكن نيجي نعمله لشخص عنده ديفيوز كوتينيوس ليشمانيز اللي هو ابشع نوع من انواع الليشمانيا دي نيجاتيف، يا عم ده انا ديفيوز، يقول له لا انت نيجاتيف، يا عم والله ديفيوز، يقول له يا عم والله انت نيجاتيف انت تعرف اكتر مني، حاجه غريبه جدا. يقول لك بقى الاغرب من الموضوع انه الشخص لو كان عنده ديفيوز وخف وجيت اعمله ليشمانيا وهو خف خلاص الاقيه بوزيتيف، يعني انا وانا عندي ديفيوز اجي اعملك الاقيك نيجاتيف ولما اجي اخف تلاقيني بوزيتيف، فالموضوع مش اكيوريت قوي. تعالوا نقرا بقى. قال لك المونتينيجرو تيست هو الليشمانيا سكين تيست، التيست بيبقى بوزيتيف في حالتين عشان نسكمها، وبيبقى بوزيتيف في كلمه سم. ايه كلمه سم ده؟ اللي هو السيمبل كوتينيوس ليشمانيزيس والميوكو كوتينيوس ليشمانيزي. هو المونتينيجرو تيست بوزيتيف في حالتين، السيمبل اللي هي الكوتينيوس اند الميوكو كوتينيوس، بات النيجاتيف بس النيجاتيف في حاله الايه الديفيوز كوتينيوس، دي حاجه غريبه جدا. بس امتى بقى يتحول لبوزيتيف في حاله الديفيوز؟ قال لك افتر هيلينج اوف ديفيوز، ودي حاجه غريبه قوي. يبقى ملخص المونتينيجرو تيست ان هو الليشمانيا سكين تيست، اعرفوا الاسم ممكن يقول لك مثلا ايه الليشمانيا سكين تيست فاقول المونتينيجرو تيست. طيب يبقى بوزيتيف في حالتين، كلمه سيم اللي هو سيمبل وميوكو كوتينيوس ليشمانيز، نيجاتيف في حاله الديفيوز. امتى يبقى بوزيتيف في حاله الديفيوز؟ لو الشخص خف اصلا، افتر هيلينج اوف ديفيوز. تمام. ادي شكل المونتينيجرو تيست اهو، بنحقن مثلا في الحته دي كده وبعدين نستنى شويه. بعد كده التريتمنت بقى، انا خلاص شخصت ان الشخص ده عنده ليشمانيا، عايزين نتكلم بقى على التريتمنت او العلاج بتاع الليشمانيا. قال لك والله مثلا حاجه زي السيمبل ليشمانيز احنا قلنا انها بتخف لوحدها، نوع من الناس كده بيخف لوحده. قال لك ده مش بس كده، احيانا بيدي الانسان كمان مناعه ضد الليشمانيا. بيقول لك ان ليجن ان سيمبل ليشمانيز هيل سبونتينيوسلي، بيخف لوحده. This self-healing process immunity to the individual within the immediate endemic area. إنه بقى في منطقة مثلا فيها الليشمانيا كتير قوي ومنطقة يعني وباء الليشمانيا مستوطن قوي، والشخص ده جاله سامبل ليشمانيز وخف لوحده بيديله مناعة. كمان الغريب ان يقول لك it may be beneficial not to treat the disease unless there is possibility of scar، يعني ممكن لو الموضوع مش خطير قوي قصر على بابيول ما فيش ألسر ولا كده ممكن اسيبه وما اخلوه، اقصد كدكتور ان انا ما عالجهوش عشان الجسم يعالجه هو ياخد مناعة لوحده. يعني من الاخر كده السيمبل ليشمانيزيس ده بيخف لوحده، نوع من الناس كده، واحيانا كمان بيدي الجسم مناعه. ده احيانا انا كدكتور لما اعرف ان الشخص ده عنده سيمبل ليشمانيزيس والموضوع مش خطير قوي مش هيعمل ألسر مثلا او هيتطور ويدخل مني في حتت معينه، اسيبها تخف لوحدها من غير علاج عشان تدي الجسم مناعه. طيب تاني حاجه ممكن مثلا اعالجها بالكريوثيرابي. ايه الكريوثيرابي؟ يعني التبريد، ممكن بالحراره، ممكن اعمل لها سيرجيكال مثلا اعمل عمليه جراحيه اشيل البابيولز دي مثلا، او سيستميك كيموثيرابي اعمل العلاج بقى اللي هو ايه. قال لك العلاج عائله كده من الادويه اسمها البينتا انتيمونيال دروكس، في تركيبها لقوا فيها خمس مجموعات امونيا، ما يهمنيش قوي التركيب، مهم اعرف اسم العيله البينتا انتيمونيال دروكس. ايه الادويه دي بقى؟ صوديوم ستيبوجلوكونيت، ميجلوماين انتيمونيت، امفوتريسين بي، بنتاميدين. ايه الكلام الغريب ده؟ عشان نسكمها، عارفين انتوا الصوديوم طبعا وعارفين المغنيسيوم برضو. اول دواء اسمه سو، مش صوديوم، نقول سو يعني بدايته الصوديوم كده،
صوديوم ستيبوجلوكونيت، تلاقي حرف الاس هنا وحرف الاس هنا، حتى الاسم الشائع بنسميه بنتوستان برضو في حرف الاس، يبقى صوديوم ستيبوجلوكونيت واسم الشهرة بنتوستان بحرف الاس برضو. طب المغنيسيوم اللي فكرنا بيه الميج، ميج لوماين انتيمونيت، تمام. والاسم الثاني اسمه جلوكانتين. طب الاسم الثالث بقى امفوتريسين بي، مش احنا قلنا الميوكوتينيوس ده بيجي في المناخير يسيحها فنفتكرها كده مناخير انف صح، فامفوتريسين بي. يبقى تاني احنا قلنا ايه؟ قلنا انها بتيجي في المناخير فنفتكر كده مناخير يعني انف، فالدواء اسمه امفوتريسين بي او اسمها اسمه الشائع فانجيزون. نفتكر كده انه فنجاي اصلا معناه فطريات صح، فكأن حد في الانف بتاعته فيه فطريات، فنفتكر كده الامفوتريسين بي هو هو الفانجيزون. والدواء الاخير اسمه البنتاميدين، نفتكر اصلا ان العيله اسمها بنتا انديونيال دراج، فطبيعي ان انا الاقي جواه كده دواء اسمه البنتاميدين. يبقى تاني صوديوم ستيبوجلوكونيت واسم الشهره بنتوستان، والميجلوماين انتيمونيت واسم الشهرة جلوكانتين، انفوتريسين بي فانجيزون، والبنتاميدين، تمام. اخيرا 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 البريفنشن، ازاي اقي نفسي بقى من الليشمانيا؟ قالك اول حاجة افويد الانسكت بايت. يعني ايه؟ هو اصلا مش اللي عامل الحوار ده كله كانت الساند فلاي؟ طب ما انا احاول اتجنب ان الحشرة تورسني اصلا، لو حشرة جت عليا كده هشها بسرعة. طيب رقم 2 كنترول اوف انسكت فيكتور، يعني برضو ان انا الفيكتور او الحشره اللي هي اسمها الساند فلاي دي اخد يعني اعملها كنترول، لو هي منتشره في حته قوي اعملها كنترول واقضي عليها. طيب بروتكشن اوف الليجن فروم انسكت بايت، لو انا عندي مثلا بابيول او عندي ألسر ما ينفعش اسيب الحشرات تقف عليه وتقعد تقرصني تاني بقى، ما ينفعش. طيب التريتمنت اند هيلث اديوكيشن، لازم طبعا علاج، قلنا في انواع بتخف لوحدها بس في انواع لازم فيها علاج. هيلث اديوكيشن نوعي الناس، نوعي الناس ان في مرض اسمه الليشمانيا بتنقله حشره اسمها كذا، فناخد بالنا. قبل ما نشوف الاسئله عايزين نعمل مراجعه سريعه كده، احنا قلنا ايه النهارده؟ قلنا ان احنا بنتكلم عن بارازايت اسمه الليشمانيا اللي بيعمل مرض اسمه الكوتينيوس ليشمانيزيس. طيب اول حاجه جيوغرافيكال ديستريبيوشن، قلنا والله ان انا عندي اولد وورلد ليشمانيزيس وعندي نيو وورلد ليشمانيز. الاولد وورلد في منها كام؟ في منها ثلاث انواع، ليشمانيا تروبيكا ماينر وليشمانيا تروبيكا ميجر وليشمانيا استوبيكا، والنيو وورلد ليشمانيا مكسيكانا وليشمانيا برازيليان. قلنا كل الانفكشن بالليشمانيا سواء كانت اولد وورلد او نيو وورلد سنوتك ما عدا الصغيره تتنقل بحاجه صغيره، ما عدا ليشمانيا تروبيكا ماينر تتنقل بحاجه صغيره اللي هي مين؟ الارثروبود، تمام. بعد كده المورفولوجي، قلت ان انا عندي الامستيجوت وعندي البروماستيجوت. تعال بص على الصور، الامستيجوت شكلها عامل ازاي؟ براوندد او سفيريكال اوفويد، لكن البروماستيجوت بتبقى سبيندل شيب. طب الامستيجوت بتبقى جواها لارج نيوكليس وكاينيتوبلاست. ايه الكاينيتوبلاست ده؟ اللي هو البارا بيزل بودي والبليفيروبلاست. طب البروماستيجوت عندها سنترال نيوكليس وعندها كاينيتوبلاست اللي هو برضو البارا بيزل بودي والبليفيروبلاست، ولكن الفرق في ايه؟ ان الامستيجوت ما عندهاش فلاجيلا، لكن البروماستيجوت عندها فلاجيلا طالعه من البليفيروبلاست، تمام. قلنا الامستيجوت هو الاونلي انتراسيلر فورم اوف ليشمانيا، لكن البروماستيجوت بلاقيها فين؟ بلاقيها في الفيكتور ولاقيها في الكالتش. بعد كده اتكلمنا عن اللايف سايكل وقلت والله ان انا عندي الديفنت في وسط الانسان، وان الانفكتيف ستيج عندي اللي عدتني هي البروماستيجوت، وان الحشره لما او البرازايت لما يدخل جوه بيروح يعيش في الماكروفاج او الريتيكولو انسيال سيل في الهابيتات. قلنا كمان انه الفيكتور اسمها الساند فلاي، وان الفيكتور دي بيولوجيكال فيكتور، والمود اوف انفكشن ان الانسان اتعرض للقرصه بتاعه حشره مين؟ الساند فلاي. وادي عندي الايتيمز بتاعه اللايف سايكل. قلنا ان الباثولوجي اربع حاجات، يا اما سيمبل، قلنا السيمبل ده بيكون سيلف هيلينج، بيكون عباره عن بابيول، البابيول دي يا اما تخف في 3 ل 6 شهور فتبقى سميها اكيوت وبتكون ويت وبتيجي في الناس الرورال، او تخف فتره طويله من سنه لسنتين بسميها كرونيك وبتكون دراي وبتيجي فين؟ في بتيجي فين؟ في الايرمن زي ما احنا شايفين في السواكه، او تكون ليشمانيا سيديفان. السيديفان يعني ايه؟ ده ريلابسنج فورم في ليشمانيا نتيجه الديلي التايب هايبر سنسيتيف. ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن مالتيبل ليجن زي ما احنا شايفين كده بيسراوند البرايمري ان هيلينج ليجن، تمام. بعد كده عندنا الميوكوكوتينيوس ليشمانيزيس، قلنا او اسمها الثاني اسبونديا. مهم ان ده عباره عن ان هو اولا نوع رير جدا كباثولوجي، هو شبه واحد بالظبط، ولكن الفكره ان هو بيجي في الميوكوس ممبرين سواء بتاع الماوس او النوز او اللارينكس او الفارينكس. طيب بيعمل ايه؟ بيعمل ديستراكشن في السوفت تيشو، بيعمل ليكوفاكشن في الكارتلج، تمام. طيب بعد كده اخر نوع ديفيوز، قلنا ده نوع رير جدا جدا جدا، قلنا ان الديفيوز ده نوع رير جدا بياخد بيبقى عباره عن بابيولز مغطيه الجسم كلها، ولكن الفكره ان البابيولز دي عمرها ما يتكون عليها ألسر الا لانه اصلا النوع الديفيوز ده بيجي للناس اللي مناعتها واعيه الاميونو كومبرومايز، تمام. وقلنا ان النوع ده ما يخفش لوحده ولازم لازم نروح لدكتور. ده شكل الميوكوكوتينيوس، تمام. واللي قبله ده كان شكل مين؟ ده شكل الليشمانيا ريسيديفان، تمام. ولا راحت فين ثانيه؟ ده شكل السيمبت بيبقى عباره عن بابيولز اهو، تمام. وده شكل الليشمانيا ريسيديفان اللي هو بيبقى عباره عن مالتيبل ليجن سراوند البرايمري ليجن، وده عباره عن الميوكوكوتينيوس بي في الميوكوس ميمبرين زي النوز، وده عباره عن الديفيوز، تمام. قلنا الدايجنوزس يا اما عن طريق الكلينيكال بيكتشر، او ياخد عينه من القرحه دي واحطها على شريحه زجاجيه واصبغها بالليشمانيا وساعتها الاقي الامستيجوت، او اخد عينه برضو من الالسر بس هزرعها على مزرعه اسمها ان ان ايميديا وهلاقي ساعتها البروماستيجوت، او اعمل سيرولوجي اللي هو اسمه اليزا او الايفاد،
ساعتها هدور على الانجن او الانتي بودي، او اعمل PCR عشان اعمل دايجنوز لي او اشوف الاي دي ان اي. قلنا المونتينيجرو تيست ده الليشمانيا سكين تيست، وده بيبقى بوزيتيف في كلمه سم سمبل وبيجو كوتينوس، لكن يبقى نيجاتيف في الديفيوز وما يبقاش بوزيتيف في الديفيوز الا افتر هينج في الديفيوز ليشمانيز. تمام، ده شكل المونتينيجرو تيست. التريتمنت بقى قلت والله لو هو سمبل ليشمانيز فده هيخف لوحده بقى، وكمان بيدي الجسم مناعه، لكن ممكن اخد مثلا او اعالجها بالبروده او بالحراره او سيرجيكال او حتى سيستميك كيموثيرابي. قلنا ان الادويه عيله كده اسمها البنتا انتيمونير دروج، الادويه دي زي الصوديوم ستيبوجلوكونيت اسم الشهره بنتوستام، او الميجلوماين انتيمونيت اسمه جلوكانتين، او الانفوتريسين بي اللي هو اسمه فانجيزون، او البنتاميدين. تمام، البريفنشن قلت ان انا اخد بالي من العضه بتاعه الحشره او قرصه الحشره، اخد بالي من الفيكتور اعمل كنترول ليه، واعمل بروتكشن الليجن بتاعي من اي قرصه حشره، كمان اعالج واعمل هيلث اديوكيشن. ناخد بقى الاسئله. بسم الله، اول سؤال بيقول ايه؟ اول انفكشن اوف الليشمانيز از زونوتيك. قلنا كل انواع الانفكشن في الليشمانيا سواء كانت اولد وورلد او نيو وورلد زونوتيك، ما عدا الليشمانيا تروبيكا ماينر. قلنا ساعتها الصغيره تتنقل بحاجه صغيره زيها اللي هي مين؟ الارثروبود. طيب الاونلي انتروسيلر فورم اوف الليشمانيا هو البروماستيود. نفتكر كده احنا قلنا الاونلي انتروسيلر اللي كان صغير وما عندوش فلاجيلا فربنا كان بيحميه، ده اللي هو مين؟ الاماستيجوت. يبقى البروماستيجوت غلط، فولز. طيب وي فاوند البروماستيجوت، الاقيها فين؟ الاقيها في الكالتشر ولا الاكسيديت اللي كنت باخده من الالسر واحطه على الشريحه الزجاجيه؟ هلاقيها فين؟ في الكالتشر. احنا قلنا ان البروماستيجوت بلاقيها فين؟ بلاقيها في الكالتشر ولاقيها في الفيكتور. وادي الاجابه بتاعه الاسئله بس. واتمنى في الاخر كده اكون قدرت اوصل لكم المحاضره كويس. في الاخر يعني تحتاج من الحين للاخر ان يغبرك احدهم بانك اشطر كتكوت. ربنا معاكم يا رب ويوفقكم ويصلح حالكم ويكافئكم خير عن كل وقت ان شاء الله بتذاكروا فيه.